اتصل التليفون مهم جدا من السعوديه مع واحد من نجوم النادي الاهلي في كره السله وواحد من المدربين الكبار اللي ماسكين دلوقتي اهلي جده، الكابتن طارق خيري. يا كابتن برحب بحضرتك. كابتن عمر، ازيك يا حبيبي، ازي اخبار حضرتك؟ حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام بخير يا حبيبي، والله يعني يا الحمد كابتن، لله. في الاول طبعا في البدايه طمنا عليك. احنا عارفين ان في يعني مشكله في الطيران، وبالتالي حضرتك في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها وجودك حاليا في السعودية، طمنا بتعمل ايه؟ هل في تواصل؟ حابب ترجع وبالتالي تتواصل مع الناس هنا في مصر؟ يعني قول لي كل الاخبار. حبيبي، اولا طمنا عليك انت، الحمد لله الحمد لله يا حبيبي، دايما طول ما حضرتك كويس احنا كويسين يا كابتن دايما طارق. دايما. الله يكرمك كابتن عمر، الله يعزك. لا احنا هنا طبعا عندنا مدربين كتير هنا، تمام عايزين نرجع. تمام ومشينا بالتعليمات، ان اتكلمنا القنصليه وبنينا بيانات واتصلنا بالقنصل وعرفناه الدنيا، ويعني فالدنيا في متابعه هنا ان احنا عايزين نرجع. الخطوة الأولانية، اتنين احنا منتظرين أول طيارة زي ما بلغونا، يعني إن شاء الله على أول طيارة تيجي. احنا بس بناشد الناس المسؤولة هناك إن احنا في هنا مدربين كتير أوي الرواتب بتاعتها وقفت، يعني في ناس واقفة رواتبها من نص شهر ثلاثة، مش على قوة النادي. منتظرين لما العودة بتاعتهم، ممكن يبقى في عودة ممكن ما يبقاش في عودة على شهر تسعة. فالموضوع هنا في الموضوع مطول شويه. كل الانديه خلاص الدوري لم يستمر، او لو هيستمر من 1/9. فاحنا بنناشد. انا سمعت قبل كده الاستاذ ياسر ادريس مع بتعليمات من او تكليف من الدوله، ان جابوا الناس من امريكا اللي كانوا بيتحضروا للاولمبياد. احنا بنناشد الناس ان احنا المدربين اللي هي دلوقتي مدربين، كانوا زمان برضو لعيبه دوليه، ادوا مصر كتير. برضو لينا حق على البلد اللي احنا نطلب ان احنا عايزين نرجع. احنا هنا اكتشفنا كمان حاجة غريبة، يعني تونس مش احسن مننا. تونس وزارة الشباب والرياضة بعت لهم طيارة يوم الاحد الجاي يوم 19، لا تاخد كل كابتن، لا اللعيبة كابتن طارق، المحترفين بص وكل انا عايز اقول المدربين لك على حاجه في والله يا كابتن جميع. طارق، دي يا كابتن شهاده، انا بس مش عشان اتفضل. خاطر انا بس عليك موجود معايا، وزاره الشباب والرياضه والله شغاله بشكل كبير جدا جدا مع وزاره الطيران المدني ومع وزاره الخارجيه، وشغالين علشان خاطر كل المصريين يا كابتن طارق اللي موجودين خارج مصر. زي ما حضرتك قلت، مش حضرتك لوحدك، لا في ناس كتيره موجوده، وده هيتم التواصل علشان خاطر يتم ارسال طيارات علشان تجيب كل المصريين اللي موجودين بره. فانا يا كابتن طارق بطمنك وبطمن كل الناس اللي موجودين. بتمنى والله يا والله يا كابتن كابتن ما عمر، تقلقش، والله والله سيادة الوزير وكل القائمين في الدولة المصرية المحترمة عاملين جهد كبير جدا جدا علشان حضرتك واللي انت عارف موجودين. احنا بقالنا شهر قاعدين في الفندق انا يا كابتن في بوعد السكن، حضرتك باو انا عاملين حاضر. انا بوعد حضرتك ان الازمه يا كابتن طارق، علشان يعني حضرتك عارف دي ازمه عالميه، والله والله ان شاء الله عارف يعني حبيبي، في والله اقرب عارف. وقت حضرتك يعني وزاره الشباب هتنسق وهتظبط. وزي ما حضرتك قلت، يعني انا في ناس كتير جدا بعتين لي على الواتساب وعلى الفيسبوك نفس المشكله اللي حضرتك موجود فيها، بس انا بقول لهم ان في تمام جهد كبير جدا مبذول والله من وزاره ان الشباب. شاء الله، نتمنى ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله يا كابتن. نتمنى ان شاء الله. وانا كابتن طارق يعني هو حضرتك موجود معايا طبعا بناشد تاني وزاره الشباب وبناشد كل الساده المسؤولين علشان خاطر بس يسرعوا في الاجراءات شويه، وبالتالي ترجعوا ان شاء الله مصر بالسلامه، وزي ما حضرتك عارف ده الهدف الاول بالنسبه لهم. فان شاء الله كابتن طارق مع حضرتك وراهم لحد ما ترجعوا بالسلامه ان شاء الله يا كابتن طارق. حبيبي يا كابتن عمر، ربنا يبارك لك. مش عايز طبعا يعني دي حاجه يعني بسيطه جدا، واحنا نتمنى لك التوفيق لحد ما ترجعوا بالف سلامه ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله كده ان ان شاء الله شاء يا الله. كابتن، بشكرك يا كابتن طارق، شكرا جزيلا. كابتن طارق خيري نجم الاهلي ونجم منتخب مصر والمدير الفني لنادي اهلي جده السعودي. زي ما قلت لحضراتكم، يمكن يعني في رسائل كثيره جدا جايه لي من السعوديه ومدربين موجودين في الوقت الحالي، مش بس الكابتن طارق خيري، ناس كثيره. لكن زي ما قلت لحضراتكم، ثلاث جهات شغاله طوال الوقت، وزاره الشباب والرياضه، وزاره الطيران المدني، ووزاره الخارجيه، بيتم التنسيق مع كل الموجودين خارج مصر. للاسف هي مشكله عالميه، فيروس كورونا، يعني ان شاء الله ازمه وتعدي على خير، وان شاء الله زي ما انا قلت الصوت دايما بيوصل للساده المسؤولين في كل وقت من الاوقات. يعني